الهام. لا نتبنى كل ما سيذكر في هذا الفيديو وإياكم والتقليد. عاد ما في عاقل بيقلد اللي راح يشاف بهذا الفيديو. بس وجب التحذير وعدم التقليد. فيديوهات صادمة تم نشرها في الأيام الأخيرة لهذا الرجل أنطوني من فرنسا، يلي كان شاب طبيعي 100%، حتى بيشتغل بأمن إحدى الشركات بفرنسا، ولكن أتت على باله فكرة خاطئة بالنسبة للكثيرين منا أو بالنسبة للجميع حتى، يعني مين راح يوافقوا بهذا الرأي. أتته هاي الفكرة المجنونة في أحد أيام دوامه، فقدم استقالته وسافر على أستراليا. شو هاي الفكرة؟ الفكرة كالتالي أصدقائي، بأنه هو مو من البشر ومن الفضائيين، بس متكون على شكل بشر ولازم يصلح هذا الخطأ. فرجع من أستراليا وهو صابغ جلده كامل باللون الأسود. طبعا فرنسا ترفض هذه العمليات ولا تشجع في ذلك. بعد ما صبغ جسمه كله باللون الأسود قرر يسافر كمان مرة ثانية لبرشلونة، بس هون مشان يعمل عمليات أكبر أصدقائي، وكانت الصدمة الحقيقية. ما اكتفى بصباغة جسده بالكامل بالأسود، لا، وقطع شفته العليا وألحق الشفاه السفلى بذلك. طبعا الفضائيين أصدقائي ما عندهم أنف، فقام بإزالته أيضا. هل بتفكروا وقف لهون؟ طبعا لا أصدقائي، وأيضا قام بإزالة أذنيه وبعض أصابعه، وزرع في جمجمته وجفنيه نتوءات غريبة لكي يشبه الفضائيين أكثر. هو مقتنع تمام القناعة بأنه فضائي وليس بشري ومن سكان البشر. ونشر أيضا تمثيليات بأنه وقع من السماء ويحاول الاستفاقة منها والبحث عن الفضائيين بالأرض. والغريب بذلك أكثر أصدقائي أنه والدته شجعته على كل هذه الأفعال، واخترع مشية لإله وصار يتدرب عليها على أنه هاي مشية فضائية. أما اللغة أصدقائي فبترككم مع اللغة يلي اخترعها هو. يعني استغفر الله العظيم، منطق صادم وصوت صادم اكثر، والاعاده اللي حطها بحاله اكثر صدمه من كل هذول. قولي شو رايك بهذا الشاب بالتعليقات تحت اصدقائي، لا تنسوا لايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس للتنبيهات ليصلكم كل جديد. كنتم مع امير، دمتم بخير ودمتم سالمين. مو بالليل يصير تحلم فيه.